رأيي وهي علاقة القوة. أنا رأيي إن حسني مبارك ما كانش قبل وقفات التحرير القوية أيام حكومة، أنا عايز أرجع لك بالتاريخ أيام شرف. أنت ضغطت وقصدي شفيق، وقعت حكومة شفيق، أنت ضغطت عملت محاكمة لمبارك حتى رغم إن هو واخدها مش قادر يجيب طرق. أنا رأيي إنه وجمال وعلاء موجودين في طرق، فأنت لا أنت تقدر، أنا رأيي تقدر. طب حسني حاسس لو هو اتشال يعني برضه من جيب رقبه تلطاوي معاه؟ لا لا لا، الجيش هو اللي في ايده كل حاجة، ومش بالضرورة حتى لو قال كلام على طنطاوي هيقول ايه، يعني هيقول ايه اللي ممكن هيفضل مصفقات السلاح صح زي ما كانوا بيتكلموا كلام ده. بص المعلومات عن طنطاوي انه مش متورط في قضايا فساد كتير، يعني حتى جوه الجيش مش هي دي الصورة اللي عندك، بس انا بقول لك دي كلها قضايا ممكن بالضغط السياسي ممكن تحققها، لكن فكرة حذف المجلس انا في الوقت الحالي انت عايز ايه؟ انت طب مين؟ هل انت موافق انه الاخوان يقودوا المرحلة الانتقالية؟ طيب هل الاخوان ممكن يوافقوا على ان القوة السياسية اللي انت شايفها دي هي اللي تقود المرحلة الانتقالية؟ هي دي المشكله. ده هل اخر سؤال برضه، هل تتوقع حضرتك ان الشعب المصري عنده الديمقراطيه ان بعد كل واحد فينا مقتنع طبعا برئيس جمهوريه معين، تتوقع لو رئيس جمهوريه معين جه اللي هو مسك البلد هل تتوقع ان الدنيا بعد كده هتهدى؟ لا لو انت لا بعد كده ما كل واحد هيقول لك انا عايز كذا هينزل على الصمات، هينزل هيبقى موجود. بص هل يعني البلاد الديمقراطيه ما فيهاش عصمات؟ ما فيهاش عصمات. أيوة يا جماعه انت دلوقتي صندوق الانتخابات فاصل صح، لا بس انت في قضايا احتجاجات على قضيه اجتماعيه على قضايا دي طول الوقت الشارع بيبقى موجود، بس مش هيبقى في ملايين مش صوروا هينزلوا الناس اللي مش عارفين مش. بص خلي بالك انت في قضيه حساسه وضميريه زي موضوع محاكمه القتله المتظاهرين، وفي عندك مجموعه قضايا ومشاهد شفناها في التحرير من اسبوعين و1000 جريح وما الى ذلك. العدد النهارده مش زي عدد الثوره، لا اسمعني بس، العدد مش هو عدد الثوره، هو ده نفس العدد اللي كان موجود ايام الثوره، ملوش علاقه بيه، فده معناه انه ده طبيعي، مفيش شعب بيصور كل 6 شهور. انت عملت ثوره وقعت رموز النظام القديم، بلاش نقول حتى يعني النظام القديم كله، وبالتالي خط اطول قدام، هتلاقي ناس تنزل يا سيدي، بس مش هتوقع النظام. انت فاكر ان الجيش تصور انه ده هيوقع النظام؟ يعني هم فاهمين. انت بتضغط ولازم تضغط. طب حضرتك قلت انت مقتنع بالبرادعي ماشي، وانا على فكره تابع الجمعيه الوطنيه للتجريب ومقتنع برضك بالبرادعي، تتوقع البرادعي لو كسب السلفيين والاخوان مش هينزلوا الشارع؟ ينزلوا، بس انا رايي الناس برضو اللي ما كسبوا الاستفتاء على نعم هينزل 1000 5000 10000 مش هينزل مليون. لا الشعب اوعى من كده يا جماعه من الاستفتاء. انا كنت مع ما خسرت خلاص. مين الناس الواعيين اللي كانوا معلق؟ يعني النسبة المثقفة الكتيرة كانت مش للدرجة دي. ما لا لا انا رأيي ان الشعب عنده برضو وعي فطري ممكن يتجاوز. دكتور عمرو.